اهلا وسهلا فيك بفوشه. خبينا اليوم على امل بلشنا يسار، شوقت شوي الجمهور، بس شو بتقوليهم بعد ما غصتي اكثر بالدور؟ بقولن اني مغرومه بيسار، مغرومه فيها كثير، بحبها، بتعاطف معها كثير، بعرف كل تنهيده بتتنهدها يسار ليش وكيف. وفي مطارح كثير يسار بتشبه كتار من الناس مرقين بنفس الظروف، حيتعاطفوا معها كثير. قديش حلو بس تحكوا عن طيبة قلبها لما اجي بغصن، بس شوفوا تاخدي مبادرة تقربي لعند نجم معين او ممثلة زميلة انه انت تسلمي عليهم ويعني تعبري لهم عن حبك لهم. ليك هذا شيء طبيعي، منه طيبة قلب، بس بوقت اللي يمكن صار فيه كثير حسابات بقرب، لا شافتني ما شفتها ما شفت، انا ما عندي اياهم بحياتي، انا اللي بحبه بعبر له اني بحبه، ولما ما بدي سلم على حدا ما بسلم لانه ما في يمكن هالعلاقة الحلوة بتكون بين اثنين، بس بالإجمال علاقتي حلوة بالكل، بحب سلم ناس بحبهم بشتاقلهم، ليه ما بدي سلم عليهم؟ ما عدا انك كثير طيب، اليوم قد ايه بتزعلي اذا حدا حطك يمكن بخانه حطك بخانه اليوم انه انت يمكن شريره، شو بتقولي له؟ بيكون هو حق عباله يشوفني شريره، في الناس يحطوكي باي خانه هن بدهم اياها وبيحبوا انه يشوفوها، مش معناتها انها مزبوطه. قديش دللك استاذ جمال؟ لانه بشوف دائما بيحرص يجي يغنجك على الكاميرا. لك هو بغنجني قدام الكاميرا وبرات الكاميرا. حلو حلو واحد يعبر. كيف عم تحمي قصه حبكم؟ بنشوفهم دائما على السوشيال ميديا بحبوا ياثروا عليكم، يعملوا زبزبه. ما بياثروا علينا ولا على غيرنا اذا هالشيء مش مزبوط، بنحافظ انه نحن اسره مقررين نكمل ونختير مع بعض، فهيدا الشيء بيحمي العيلة بكل الظروف اللي بتقطع فيها الحلوة والمرة. مش كل شيء بالحياة مثل ما بتشوفينا لابسين وماشيين على الريد كاربت عم نغنج بعض، الحياة فيها مشاكل، فيها مرض، فيها سخونة، بس انت لما تكوني بتحب الشخص ومقررة تكملي معه بتضل تلاقي 100 باب حلو انك تكملي معه. كأم قد ايه عم تواجهي صعوبة مع اولاد مراهقين؟ اكيد اكيد في صعوبة، في صعوبة كثير، بس الحمد لله بقول بس الولد يرجع بالنهاية عم يسمع كلمة أهله، وهيدي حقهم عمرهم إنهم يكتشفوا الحياة، فالله يعطيهم الصحة وطولة العمر. أكيد سيدك لجمهورك عبر فوشة بدي أقول لهم مثل ما أنتم بتحبوني أنا بحبكم أكثر. ميرسي.